الثامنة والنصف بتوقيت العالمي الموحد، نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، نستهلها معكم بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين باستفتاء 15 يوليو 2017. الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون نظامي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ارتفاع حصيلة الفيضانات الناجمة عن الأمطار في سريلانكا إلى 164 قتيلا وعشرات الجرحى. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيد سيدنا علي والمحمد خونة وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين السيد محمد عبد الله والوداعة وزيرا للتجهيز والنقل. كما تم تعيين السيد يحيى والعبد الدائم وزيرا للمياه والصرف الصحي. وأعلنت رئاسة الجمهورية كذلك أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيد الحسين للناجي رئيسا للمحكمة العليا. اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية ضمان مشروع إعادة تأهيل مصنع القلب واحد. كما درس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يقضي الأول منهما باستدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017، والثاني يحدد تقدم ضباط التجمع العام لأمن الطرق وحدود عمرهم. نتابع فيما لنص بيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الاثنين 29 مايو 2017 تحت رئاسة السيد محمد والعبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية ضمان مشروع إعادة تأهيل مصنع القلب واحد الموقعة بتاريخ 18 ابريل 2017 في الرباط بالمملكة المغربية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. يبلغ القرض موضوع اتفاقية الضمان الحالية 32 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 37 مليار و700 مليون أوقية، وسيتم تسديده على مدى 25 سنة بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات، وبمعدل فائدة بواقع 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. كما درس المجلس مشروعي المرسومين التاليين وصادق عليهما: مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق ترتيبات المرسوم رقم 046/2017 الصادر بتاريخ 24 إبريل 2017 المحدد للإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017، والذي ينص في مادته 9 على أن استدعاء هيئة الناخبين يتم 45 يوما على الأقل قبل الاقتراع. وعليه فإن هيئة الناخبين تستدعى يوم 15 يوليو 2017 من أجل التصويت على مشروعي القانونين المقدمين للاستفتاء. مشروع مرسوم يحدد تقدم ضباط التجمع العام لأمن الطرق وحدود عمرهم. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الداخلية واللامركزية، الإدارة الإقليمية، ولاية تكانت، الوالي السيد جلو أمادو صنبا إداري مدني والي إنشيري سابقا، ولاية إنشيري، الوالي السيد محمد لسالك مكلف بمهمة بنفس الوزارة سابقا، المؤسسات العمومية، الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، الإداري المدير العام أحمد المختار البسيف،
وزارة الاقتصاد والمالية، الإدارة المركزية، مديرية مشاريع التهذيب والتكوين، المدير سيد أحمد والبابا، وزارة الزراعة، الأمانة العامة، الأمين العام سيد أحمد اللبو إداري من السلك المالي، وزارة التهذيب الوطني، الأمانة العامة، الأمينة العامة معزيزة بنت كربالي، الأمينة العامة لوزارة الزراعة سابقة خلفا لسيد سيد أحمد والبابا الذي استدعي لمهام أخرى. وفي وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، المؤسسة العمومية، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، المديرة المساعدة مريم محمد المخيطير. هذا وعلق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين للشيخ ووزير الداخلية واللامركزية سيد أحمد والعبد الله على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات. قدم وزير الداخلية واللامركزية شرحا لمضمون مشروع المرسوم القاضي باستدعاء هيئة ناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017، ورد سادة الوزراء على مختلف أسئلة الصحفيين خلال هذا المؤتمر الصحفي. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. من النشاط البرلماني، صدقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة رئيسها السيد محمد البيليل على مشروع قانون نظامي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأحضرت الجلسة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة. خصصت هذه الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية النائب محمد البيليل لمناقشة مشروع القانون النظامي الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد بدأت وقائع الجلسة بإتاحة الفرصة لمقرر لجنة العدل والداخلية والدفاع لعرض تقريرها والتوصيات الصادرة عنه حول مشروع القانون المذكور. بعد ذلك فتح المجال لمداخلات السادة النواب حيث تمحورت حول أهمية مشروع القانون المعروض للنقاش وضرورة دمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وطالب البعض بمنح الوسائل المادية الضرورية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأكمل، معتبرين الأداء الحالي للجنة ناقصا، مؤكدين كذلك على أهمية تفعيل الهيئات المختصة لحقوق الإنسان. وحذر آخرون من خطورة بث الشائعات التي تمس أعراض البعض والابتعاد عن الدعاية العنصرية. ونوه بعض النواب بمصادقة الدولة الموريتانية على التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت علي سالم أكدت أمام السادة النواب أن أسباب عرض القانون الحالي جاءت استجابة لتوصيات صادرة عن اللجنة الفرعية التابعة للمنسقية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن اللجنة الفرعية ترى أن امتثال موريتانيا لهذه التوصيات ستكون ضمانة لامتثالها التام لمبادئ باريس حول حقوق الإنسان. وأضافت السيدة الوزيرة أن التعديلات المعروضة على النواب جاءت ليستجيب القانون لهذه المبادئ، مشيرة إلى أن موريتانيا صادقت على كل التشريعات الدولية التي تصون حقوق الإنسان، مستعرضة التحسينات القانونية التي أدخلت على طرق اختيار أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وطالبت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بضرورة مراعاة حقوق الجميع دون تمييز، مشيرة إلى أن أجواء الحرية المتاحة في البلد كثيرا ما أدت إلى المساس بحقوق البعض وباسم الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية التحسيس بالحقوق والواجبات. وفي الأخير صادق السادة النواب على مشروع القانون النظامي الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. دشن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ظهر اليوم في مقاطعة تيارت جامع الإمام الحضرمي، ويتسع هذا المسجد لـ300 مصل، ويضم مكانا مخصصا لصلاة التراويح ومحضرة لتدريس القرآن الكريم وعلومه حفظا وتجويدا.
جامع الإمام الحضرمي بحي المشروع في مقاطعة تياري تم تشييده وتدشينه ليصبح وجهة للمصلين يذكرون اسم الله به بكرة وعشية. حفل التدشين جرى وسط جمهور من قطاع الشؤون الإسلامية والسلطات الإدارية فضلا عن رواد المسجد والمدعوين. وفي كلمته الافتتاحية ذكر السيد الوزير بالعناية الفائقة التي يوليها القطاع لبيوت الله باعتبارها أداة للتوجيه ونبراسا ينير الدرب لجموع المصلين خاصة في هذا الشهر المبارك. إن عليكم أن تجعلوا من هذا المسجد الكبير أداة فاعلة في نشر العلم وترسيخ قيم التسامح والتقارب بين المواطنين، سعيا إلى زرع المحبة والانسجام وسد الباب أمام فكر التطرف والانحراف ودعاة التفرقة والحقد والكراهية، خاصة أننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى في هذا الشهر العظيم بالجد في ترشيد المجتمع وبالاستقامة والإنفاق، وهي مقاصد نبيلة يكرسها بجلاء البرنامج العلمي المتميز الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إحياء لهذا الشهر الكريم. كما نوه إمام الجامع معبرا عن جماعة المسجد بمواكبة الوزارة لكل الأنشطة التي تعنى بمواصلة الصرح العلمي والمعرفي الذي يعكس أصالة البلد وميزته الحضارية، وأضاف: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز على العناية الفائقة الذي يوليها للعمل الإسلامي، كما نشكر مصالح وزارتكم الموقرة لما قدمته لنا من تسهيلات إدارية معتبرة والتي لولاها ما تم بناء هذا المسجد في هذه الفترة الوجيزة. وتم تشييد هذا المسجد على نفقة المحسن محمد عايض محمد عسيري من المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث باسمه إن تدشين هذا المسجد يجسد الإرادة والعناية الصادقة التي توليها الدولة الموريتانية للعمل الإسلامي والحرص على أن تظل موريتانيا كما كانت منارة علم ورباط. في نهاية حفل التدشين وقف السيد الوزير على المحضرة الملحقة بالجامع والتي تباشر بث كتاب الله في صفوف الأجيال الصاعدة. أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال على حفل تخرج دفعة جديدة من الصيادين التقليديين. الدفعة الجديدة خضعت لتكوين من 3 أشهر وسعت على الفاعلين في قطاع الصيد للدخول في الحياة العملية. وأخيرا حان وقت الحصاد. أكثر من 300 صياد تقليدي باتوا على أعتاب مرحلة جديدة من العمل ميدانيا بعد اكتمال 3 أشهر من التدريب والتكوين القاعدي والنظري في الأكاديمية البحرية بنواكشوط وعبر المركز الوطني للتكوين على حرف الصيد. الحفل كان مناسبة لتسليم الفاعلين في مجال الصيد التقليدي لوائح بأسماء الخريجين الجدد للبدء في الحياة العملية ومواصلة التدريب والتكوين على العمل داخل هذا البحر. الشاكر كافة الفاعلين اللي قاموا بالتلبية تعاون مع الأكاديمية البحرية واللي عددهم معتبر الحمد لله من أجل تكوين شبابنا هذا، ونختار نوصليهم علني الفترة من التكوين هي الفترة الحساسة بها اللي هي الفترة اللي لا يتخلق نقلب حار أكثر من التكوين ونقلب حار، وطالب منهم المتابعة الدقيقة خاصة القائمين عليهم هاو الناس اللي اعطيناهم اللوائح، طالب منهم يعدلوا متابعة دقيقة الشباب اللي يوجه شغلهم ويتابعوا تكوينهم، لأنه من خلال المتابعة ومن خلال إشرافهم هم عليهم ومن خلال جودة التكوين لا يعادلهم على مستواهم هم اللي يمرقوا منهم بحار ولا ما يمرقوا منهم بحار. خلال هذه الفعالية تم تسليم إفادات للخريجين الجدد، كما تم تكريم المصنفين والمصنفات اللواتي خضعن للتكوين على عمليات تصنيف السمك استعدادا للولوج إلى سوق العمل أيضا. ها أنتم معالي السيد وزير الصيد والاقتصاد البحري تشرفون اليوم على حفل تخريج ودمج 5 دفعات تتألف من 300 صياد تقليدي وشاطئي تم تكوينهم قاعديا ونظريا وتطبيقيا لمدة 3 أشهر في مجال الصيد التقليدي في كافة وحدات التكوين التابعة لمركز التأهيل والتكوين على مهن الصيد، وكذلك تخرج 30 مصنفا و15 من النساء المحولات تم تكوينهم في مجال تصنيف الأسماك وتحويلها لمدة 2 شهر. كما حرصتم السيد الوزير في إطار الاستراتيجية الوطنية للصيد 2015-2019 على مواكبة ودعم عملية التكوين ب
بشكل مستمر منذ نشأة الأكاديمية. وبالتزامن مع تخرج هذه الدفعة من الصيادين تدخل دفعة جديدة مرحلة التكوين النظري، وذلك وسط أجواء من الارتياح إزاء قدرة شبابنا على سد النقص الذي سببه غياب العمالة الأجنبية ضمن جهود حديثة لمرتنة قطاع الصيد البحري. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة صباح اليوم بنوشوط ورشة للتحسيس بإطلاق أول بوابة إلكترونية للخبرات الأكاديمية الموريتانية بالمهجر. وتدب هذه البوابة إلى ربط الباحثين والمدرسين الباحثين الموريتانيين من أصحاب الخبرة والتميز بالمهجر بوطنهم والتعرف عليهم للاستفادة من تجاربهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. يأتي إطلاق أول بوابة إلكترونية للخبرات الأكاديمية الموريتانية بالمهجر، والتي تم إنجازها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار سعي السلطات العليا إلى ربط الباحثين والمدرسين الباحثين الموريتانيين من أصحاب الخبرة والإبداع بالمهجر بوطنهم والتعرف عليهم والاستفادة من تجاربهم العلمية. أزيد من 60 مشاركا يمثلون القطاعات المعنية بالموريتانيين في الخارج والهيئات الدولية والوطنية العاملة في مجال الهجرة سيتلقون مواضيع حول منصة الويب التي تمثل خارطة الموريتانيين في الخارج، التجربة المغربية في هذا المجال، إضافة إلى مواضيع أخرى تتناول تحليل البيانات المتعلقة بالموريتانيين في الخارج. إن هذه البوابة تهدف في المقام الأول إلى ربط الباحثين والمدرسين الباحثين الموريتانيين من أصحاب الخبرة والتميز في المهجر بوطنهم والتعرف عليهم وصولا إلى تعبئتهم للاستفادة من تجربتهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي عبر تمكينهم بشكل مؤقت أو بشكل دائم إلى العودة إلى الوطن لنقل تجاربهم. لقد عرفت البلاد في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ففي مجال البنية التحتية تم إنشاء مركب جامعي جديد استقبل منذ 3 سنوات الدفعات الأولى من الطلاب وأصبحت معظم مكوناته تعمل بشكل منتظم. وفي مجال توسيع قاعدة عروض التكوين تم استحداث الأقسام التحضيرية لمدارس المهندسين وإعادة هيكلة المدرسة العليا متعددة التقنيات وإنشاء معهدين للغات وأكاديمية بالبحرية. بدورها ثمنت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة السيدة أنك شراوس الدور الذي ستقوم به هذه البوابة المتمثل في تعزيز ربط الصلة بالموريتانيين في الخارج مع دولتهم بغية الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المعرفية، مؤكدة في هذا الإطار أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها من أجل تفعيل وتطوير البوابة لتؤدي دورها كاملا خدمة لموريتانيا خاصة في المجالات الأكاديمية المختلفة. تمكنت فرقة من الدرك الوطني بنوكشوط الشمالية من إلقاء القبض على عصابة تهريب للمخدرات وبحوزتها أكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش الهندي. وتأتي هذه العملية في إطار الشهود التي تقوم بها فرق الدرك الوطني لمحاربة المخدرات والجريمة العابرة للحدود. عديدة هي الأعين الساهرة على أمن حوزتنا الترابية. فرقة من الدرك الوطني وفقت في إلقاء القبض على هذه العصابة المكونة من 4 أفراد من ضمنهم موريتانيين. تم إلقاء القبض عليهم وهم يحملون هذه الكمية من القنب الهندي 49 كيسا يبلغ وزن كل كيس 25 كيلوغراما. بناء على معلومات استخباراتية تم تتبع ورصد مجموعة من المهربين بحوزتها كمية من المخدرات ذات الخطر البالغ يصل وزنها إلى 274 كيلوغرام من القنب الهندي. تتكون هذه المجموعة من 4 أشخاص من جنسيات مختلفة. قادت التحريات إلى إلقاء القبض على جميع عناصرها وكذلك كمية مخدرات الآنفة ذكر ووسائل النقل المستخدمة لهذا القرض. العصابة هذه استقلت سيارتين رباعيتي الدفع في هذه العملية، وتعتبر هذه إحدى تلك السيارات التي كانت تحمل هذه الكمية البالغة 1274 كيلوغراما. كما تشاهدون أجهزة إنفاذ القانون تمكنت مؤخرا من ضبط كمية معتبرة من المخدرات. تم هذا في إطار الجهود المبذولة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة. هذه الكمية عبارة عن حوالي 1274 كيلوغرام من قنب الحشيش وهو مادة مصنفة كمخدرات خطر بالغ. تم ضبط عدة أشخاص من بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية. تم إدخال هذه العملية عن طريق المياه الإقليمية الموريتانية. تمكنت بفضل الله الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الفاعلين قبل تحويل هذه الكمية التي كانت من المتوقع تهريبها عبر الأراضي الموريتانية إلى خارجها.
وتدخل هذه العملية في إطار الجهود الحديثة المبذولة على نطاق واسع من أجل الحد من الاتجار غير الشرعي والقضاء على عمليات التهريب. ومن المنتظر أن تتم إحالة هذه العصابة عن طريق الفرقة المختلطة للدرك الوطني إلى النيابة العامة. نظمت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية يوما تحسيسيا مفتوحا لصالح شركائها الوطنيين والدوليين، وتسعى الهيئة من خلال هذا اليوم إلى نشر توقعاتها الموسمية الخاصة بخريف 2017 وإلى تقييم عملها كهيئة فنية تهتم بمستجدات أحوال الطقس والمناخ. الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تعلن عن توقعات مبشرة بخصوص موسم الخريف للعام 2017، وتؤكد أن مقاييس الأمطار ستسجل هذا الخريف فائضا في أغلب مناطق البلاد. تنبؤات نشرها خبراء الرصد الجوي على هامش هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالتعاون مع برنامج التحالف العالمي ضد التغيرات المناخية لتسليط الأضواء على أبرز وأهم الخدمات التي يقدمها خبراء الرصد الجوي لشركائهم في موريتانيا. تأتي هذه الورشة من أجل عرض منتجات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية والأرصاد الجوية الزراعية والمناخ، وتوفيرها لكافة المستخدمين من خلال تعريفهم بها. كذلك تمنح هذه الورشة فرصة عرض نتائج التنبؤات الموسمية للأمطار للعام 2017. وخلال هذا اليوم المفتوح تم عرض المهام التي أسندت إلى الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، والتي تتعلق أساسا بمتابعة حالة الطقس والمناخ والتنسيق مع الشركاء التقنيين للعمل مستقبلا. إن أهداف ورشة العمل هذه كجزء من مشروع التحالف العالمي ضد التغيرات المناخية في موريتانيا IMCC هي أولا لتثقيف وتعريف الشركاء التقنيين في مجال استخدام وتفسير المنتجات المناخية للأرصاد الجوية والأرصاد الجوية الزراعية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بهدف تحسين عملية صنع القرار. وكذلك ستسمح هذه الورشة بتعزيز الشراكة والتواصل بين الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية وجميع الشركاء لتحسين التنسيق والتعاون. ممثلو الهيئات الدولية الذين تحدثوا بالمناسبة عبروا عن استعدادهم لدعم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، مؤكدين ضرورة التنسيق المشترك حول مستجدات الأرصاد الجوية والمناخية والأرصاد الجوية الزراعية تفاديا للآثار السلبية التي قد تنتج عن أي تغير مفاجئ للمناخ. العروض المقدمة بينت بالخرائط والأرقام الخصائص الزراعية والهيدرولوجية والمناخية لموسم الخريف الوشيك، كما استعرضت حصيلة تقييمية للتوقعات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية خلال العام المنصرم. إلى مدينة المعذيب، حيث بدأت اليوم مشغل دورة تكوينية لصالح أفراد من الحماية المدنية من ولاية ترسن شيري المعذيب، منظمة من طرف الإدارة العامة للحماية المدنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تكوين طواقم الحماية المدنية والرفع من قدراتهم. تتطلع الحماية المدنية بأدوار جسيمة، حيث يوكل إليها مهمة حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وانطلاقا من هذه الوضعية، عرف القطاع خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا شمل زيادة الوسائل اللوجستية والطواقم البشرية وتوسيع دائرة التكوين والتدخل على مستوى الولايات. ومواصلة لتعزيز قدرات أفراد الإدارات الجوية، يأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية التي يستفيد منها بعض من عناصر الحماية المدنية في ولايات داخلة واديبو ترارزا وإنشيري. لا شك أنكم تدركون ما لقطاع الحماية المدنية من دور هام في حفظ الأنفس والممتلكات، الشيء الذي جعل السلطات العمومية تولي أهمية كبرى لتطوير هذا المرفق الحيوي. وتنفذ هذه الدورات التكوينية ضمن تعاون بين الإدارة العامة للحماية المدنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. إن الهدف الأساسي من هذا التكوين هو الرفع من قدرات وأداء طواقم الحماية المدنية العاملة ميدانيا في مجالات إطفاء الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية وما لذلك من انعكاس على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. تأتي هذه الورشة بعد أقل من أسبوعين على تنظيم ورشة مماثلة في ألاك لصالح ولايات الحوض الشرقي والعصابة والبراكنة وغرغر.
دورة واديبو تأتي بعد احتضان ألاج عاصمة ولاية البراكنة مؤخرا دورة مماثلة عرفت مشاركة بعض الولايات، وذلك في إطار زيادة تكوين أفراد الحماية المدنية حتى يكونوا على الاستعداد والجاهزية للقيام بمهامهم الإنسانية على أكمل وجه. وهنا في نواشوط تناولت محاضرة اليوم من الدروس الرمضانية المواكبة لهذا الشهر موضوع المذهب المالكي الخصائص والسمات، واستعرض العلامة أحمد النيني في هذه المحاضرة مراحل نشأة هذا المذهب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراحل التي مر بها ليصل إلى جميع دول العالم الإسلامي مساهما في نشر تعاليم الشريعة الإسلامية وقيمها الفاضلة. الدروس والمحاضرات العلمية تتواصل إحياء لشهر رمضان المبارك. محاضرة اليوم التي احتضنها الجامع السعودي هنا بالعاصمة كانت بعنوان المذهب المالكي الخصائص والسمات، قدمها فضيلة العلامة الأستاذ أحمد النيني مبينا بالتفصيل تعريف المذهب في اللغة، والذي هو الطريق واصطلاحا ما ذهب إليه إمام اجتهادا واستنباطا. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل شرقا وغربا يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. لما ظهر مالك شعلت عليه علما فكان هو الفائز بهذه الصفة، وهي من بين مميزات تميز بها هذا الإمام الفاضل، حتى أن أئمة الحديث بدءا بالشيخين البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد كلهم تتلمذوا على تلامذة مالك رضي الله عنه. فضيلة العلامة أحمد النيني بيّن مراحل تكوين المذهب المالكي وبدايات انتشاره عندما نشأ بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تشكل مركز إشعاع علمي وثقافي في العالم الإسلامي في تلك الفترة. المحاضر تناول كذلك سيرة الإمام مالك رحمه الله مستشهدا بنماذج مختلفة من أبرز الفتاوى التي أصدرها في قضايا عصره، كما بين أقوال العلماء التي أجمعت على الدور الذي لعبه هذا المذهب في توحيد صفوف المسلمين عبر التاريخ. جمهور الحاضرين لمحاضرة اليوم أشادوا بموضوع المحاضرة، شاكرين العلماء والفقهاء على جهودهم المتواصلة لتقديم هذه المحاضرات إحياء لهذا الشهر المبارك. محاضرات مهمة نعتبر عنها رمضان مدرسة، عن محاضرات مهمة الفقهاء في ياسر من الأمور اللي نستفاد منها، نعتبرها مدرسة رمضان يوم زلنا على حكم نقرأه فيها متابعين فيه. محاضرات قيمة نستفاد منها الصلاة وأحكام الصلاة وأحكام شروطها والطهارة وأحكامها وما أشبه ذلك، وأنا بعد ننصح الشباب كامل أنه يتابعها. هي محاضرة ضمن سلسلة محاضرات علمية تواكب أيام هذا الشهر الفضيل في إطار الأنشطة الخاصة ببرنامج الإحياء الرمضاني بهدف تنوير وتفقيه الناس في دينهم ودنياهم. الآن مشاهدينا الكرام نتحول بكم إلى سمينة الغالية من تمر شين ونشرة الاقتصادية بعد الفاصل. شكرا لك بديدي، مساء الخير مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير. نبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. قال بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي الصيني لم يتخذ أي إجراءات تتطلب من البنوك التجارية إيداع الدولار بها. وذكر مصدر رسمي أن التقارير التي أفادت بأن البنك المركزي أمر بهذه الودائع من أجل تلبية احتياجات السيولة لم تكن صحيحة. وأضاف البنك المركزي أن السيولة الحالية للدولار في النظام المصرفي طبيعية تماما. أعلنت كوريا الجنوبية ارتفاعا في النمو الاقتصادي هذا العام، وذلك بسبب زيادة الصادرات والاستثمارات. توقعت كوريا الجنوبية أن ينمو الاقتصاد في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.6% بعدما نما بنسبة 2.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي. من جانب آخر ارتفعت الصادرات بنسبة 1.9% الربع الأول من العام الجاري. شاهدينا فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية.
مشاهدينا الكرام، نهاية النشرة الاقتصادية، عودة إلى محمد بالجيجي وباقي النشرة. رمضان كريم، إلى اللقاء. شكرا سمينة الغالية. دوليا، في هذه النشرة، قرر الجيش الفلبيني بصعوبة استعادة السيطرة على مدينة ماراواي ذات الأغلبية المسلمة في جزيرة ميندناو جنوبي البلاد، والمحاصرة من قبل المسلحين المتطرفين، وأرجع وجه الصعوبة إلى طبيعة المواجهة داخل المدينة شبه الخالية من السكان، مضيفا أن الجيش الفلبيني يخصف المناطق التي يتحصن فيها مسلحون أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة. وفي المناطق المتاخمة لمدينة ماراواي المحاصرة عززت القوات الحكومية اليوم الإجراءات الأمنية، هناك خشية تسلل عناصر مسلحة إليها. قال الجيش أن هذا الصراع أدى لمقتل 100 شخص من بينهم 61 مسلحا و20 من القوات الحكومية و19 مدنيا، ومثل أكثر من 3000 شخص محاصرين بمناطق الصراع وفقا لما ذكره الصليب الأحمر. ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في سريلانكا إلى 164 قتيلا، وهي الأسوأ في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. وتسببت الأمطار الغزيرة بحصول فيضانات وزلاقات التربة في هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي، مما أرغم حوالي 500,000 شخص في جنوب وغرب البلاد على مغادرة منازلهم. ولا يزال هناك أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين وعشرات الجرحى في المستشفيات، ودمرت الفيضانات حوالي 2000 منزل. وجهز الجيش مروحيات وسفن وآليات لمساعدة المنكوبين وتوزيع المواد الغذائية والاحتياجات الأولية. الآن مشاهدينا الكرام، نتحول بكم إلى زميل محمد والطلحة والنشرة الرياضية بعد الفاصل. محمد، رمضان كريم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الرياضية. بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم بمدينة بريتوريا جنوب إفريقيا أولى حصصه التدريبية ضمن معسكره التحضيري الذي افتتحه اليوم، وذلك استعدادا لمباراته الرسمية أمام منتخب بوتسوانا المقرر إقامتها في 10 يونيو ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2019. المعسكر التدريبي بجنوب افريقيا ستتخلى له مباراة ودية يوم 4 يونيو القادم ضد منتخب لوسوتو، يهدف الناخب الفرنسي كورتي مارتينيز من وراء هذا المعسكر للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي المنتخب الوطني قبل الدخول في التصفيات الافريقية. أعلن نادي أفس نواليبو عن تجديد عقد حارس مرمى سليمان جالو لموسم واحد، واعتبرت إدارة النادي البرتغالي أن جالو هو أولى لبناء المشروع الجديد للفريق الأول من أجل المنافسة بقوة على الموسم الرياضي القادم. وكان سليمان جالو قد انضم لنادي العاصمة الاقتصادية قبل انطلاق الموسم المنقضي قادما من العام القصار في صفقة انتقال حر رغم اتفاقه المبدئي قبل ذلك مع نادي دز. توج اللاعب مختار بولا سالم الملقب بروني مهاجم نادي الوئام هدافا للدوري الوطني لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم، وجاء تتويج اللاعب بهذا اللقب بعد نجاحه في تسجيل 16 هدفا مع ناديه المتوج باللقب للموسم المنتهي. وقد تقدم اللاعب على منافسه المباشر بوغيلي بوبكار سالم مهاجم نادي الكسر الذي جاء في المركز الثاني برصد 14 هدفا. نهاية النشرة الرياضية بعد الفاصل، عودة إلى محمد البديتي. شكرا زميل طلحة. وبأخبار الرياضة تتكامل عناصر هذه النشرة إلى التذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لاستشفاء 15 يونيو 2017.
الجمعية الوطنية تسابق على مشروع قانون نظامي يحدد تشكيلة والتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ارتفاع حصيلة الفيضانات الناجمة عن الأمطار في سريلانكا إلى 164 قتيلا وعشرات الجرحى. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة، أعود فألتقيكم بحول الله الواحدة بعد منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. لذلك من حين تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وضاعف لنا ولكم الأجر. إلى اللقاء.